خاصو غير اجتماع تنسيقي ما بين المصالح المشتركه والسلطه وغادي يتحل. اضف الى ذلك وهاد الفائض ديال هاد السنه غادي يمشي لجوج ديال الجهات. واحد الجزء غادي يمشي لشركه العمران في اطار يعني واحد الحصه اللي عندها في تنفيذ برنامج التنميه الحضاريه اللي توقع قدام صاحب الجلاله، والجزء الثاني غادي يمشي لشركه التنميه المحليه اللي حتى هي سوس مسه مكلفه في اطار الاشراف المنتدب باش انها تنفذ هذه المشاريع ديال التنميه الحضاريه. اذا هذا هو الفائض ديال هذه السنه ديال سنه 2023. الفائض الحقيقي غيتوجه لهاد جوج المجالات. هنا كنقاط كذلك اللي هي مهمه، كاينه واحد النقطه اللي كتعلق ب يعني مجموعه الاتفاقيات سواء في الجانب الاجتماعي ولا الجانب الثقافي، ولكن كاين واحد الاتفاقيه ولا واحد القرار اللي غديروا الجماعه بخصوص تدبير الشواطئ، لان كما كتعرفوا ان المدينه ديال اكادير مدينه سياحيه بامتياز، وان الزوار ديال مدينه اكادير خاصه هما الزوار اللي كيحبدوا انهم يجيو للمدن الشواطئيه. اذا هذا الشاطئ لابد من التدبير ديالو بخصوص يعني طريقه ديال الاستغلال ديال يعني الشاطئ يعني على الرمال، كانه خص يكون واحد التوحيد ديال اولا يعني دوك داكشي اللي كيدار فوق الشاطئ سواء بالنسبه للمظلات او بالنسبه للكراسي، يعني خص يكون واحد التنظيم اللي ما خصش باقي تكون فيه الفوضى، وكذلك حتى بالنسبه لبعض المبيعات اللي كدار يعني الباع المتجولين هذه الممارسه وبعض الممارسات المشينه، لابد انه حان الاوان لان هذا الشاطئ يدبر بشكل جيد، لان راه ما يمكنش نفكروا في الاستضافه ديال واحد احداث يعني رياضيه كبرى ديال المدينه وما نحسنوش المستوى ديال المعيشه في المدينه، وما نحسنوش كذلك حتى النظام ديال حتى في الجانب البيئي كذلك الا ما حسناش هذا الشيء، خاصه ان المدينه ديال اكادير راه غتدخل في منافسه شرسه مع باقي المدن المغربيه اللي هي مرشحه انها تحتضن الاقصائيات ديال كاس العالم. لما كتعرفوا انه راه كاينين 6 ديال المدن، ولكن راه يلا 4 المدن هما اللي غيحتضنوا هاد الاقصائيات ديال كاس العالم 2030، وبالتالي خص الانسان يكون يعني واعي بهذه المسؤوليه اللي عليه. طرحت نقطه درجناها في جدول الاعمال وستتم مناقشتها، لان هذا ملف كبير. عرفتي حنا يعني مع هاد الناس، لان ما يمكنش نكونوا مع هاد الفئه من العمال باش انها حتى هي تمكن من جميع الحقوق ديالها، ولكن هذه مساله تشريعيه، لان هذا الملف يجب ان يكون فيه تدخل تشريعي وليس يعني ماشي الجماعه بوحدها. الجماعه راه تحاول ما امكن انها تسخر يعني الامكانيات الماليه في حدود ما يسمح به القانون اللي فيها لفائده هذه الفئه، والدليل على ذلك ان راه الاتفاقيه اللي كدار مع جمعيه الاعمال الاجتماعيه راه داخلين في هذه الفئه ديال اسميتو فيما يتعلق بتحسين وضعهم المادي نسبيا، ولكن لا بد من يعني كما قلت انه ما يكون هناك تدخل تشريعي من طرف المشرع باش هذه الفئه انها يعني تكون لها حقوق على غرار باقي فئات الطبقه العماليه. شكرا. اولا الدوره ديال اليوم ديال مجلس جماعة أكادير دورة استثنائية، عندها مجموعة ديال النقاط تقريبا 39 نقطة، وهاد النقاط غادي هاد الدورة هادي غتمر عبر ثلاثة الجلسات. الجلسة الأولى اليوم يوم الاثنين، الجلسة الثانية يوم الأربعاء، الجلسة الثالثة ديال الأسئلة الكتابية يوم الجمعة. بالنسبة للإمكانيات المالية كنعتقد على أنه جماعة أكادير في إطار برنامج العمل ديال الجماعة وضعت استراتيجية مالية اللي كنسميوها المالية المتوازنة. هذه المالية المتوازنة عندها أولا ثلاثة الأهداف أساسية. الهدف الأول هو تحسين المداخل، ترشيد النفقات، ثم ما يسمى بالأداء الضريبي البوتنسيال فيسكال. عندنا أيضا مجموعة ديال المكونات، مكون أساسي هو الأداء المالي، المكون الثاني تسيير الاصول، المكون الثالث تنويع مصادر التمويل، والمكون الرابع تنويع مصادر التمويل. هذه الاستراتيجيه بالنسبه ل 23 بالنسبه ل 2023 اعطتنا ارقام جد متميزه. ففقط باش نعطي بعض الارقام،
بالنسبة للمداخل إجمالا عندنا تقريبا واحد 17% زيادة بالنسبة ل 22 600 مليون ديال الدرهم، رقم معمر تنجز في تاريخ جامعة أكادير، مقارنة مع 22 514 مليون ديال الدرهم. بالنسبة للمصاريف زائد 12%، ولكن اللي كيبان هو أنه عندنا واحد الفائض متميز هذه السنة، سنة 23 عفوا، اللي فيه 255 مليون ديال الدرهم، اللي تقريبا زائد 17% عفوا زائد تقريبا 49% مقارنة مع سنة 22. اللي تبين ايضا هو انه هذا العمل هذا قامت به الفرق ديال القسم الماليه اللي خدموا على مجموعه ديال الملفات، الملفات اساسا ديال الضريبه على الاراضي الغير المبنيه، ثم ايضا على استغلال الملك العام، وتبين على انه كاين امكانيات جديده وامكانيات كبيره على اساس انه تم يعني تنميه الموارد الماليه المداخل ديال جماعه أكادير الوطني للكهرباء باش يصرع لانهم الاولويات، لان المواطن هو واخا كيشوف